إذا أحبك الله منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرات كثيرة. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود، والذي لم يؤت الحكمة يشقى بدخل غير محدود. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، والذي لم يؤت الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. الإنسان إذا أوتي الحكمة يجعل من العدو صديقا، والذي لم يؤت الحكمة يجعل من الصديق عدوا. يعني عطاء لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة، والحكمة تؤتى من الله مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله، وهي من ثمار محبة الله. أن تؤتى الحكمة. إذا أتاك الله الحكمة أعطاك السكينة. السكينة حالة من الرضا، من السعادة، من التفاؤل، من القوة، من الثقة بالنفس، من سداد الرأي، من صحة الرؤية. هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. والإنسان قد يؤتى مالاً وفيراً وصحةً وقوةً وذكاءً ولا يؤتى الحكمة، فهو أشقى الأشقياء. لذلك قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين.